تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 بالبدء في تنفيذ مشروع مدينه شرق سترة، شرعت وزاره الاسكان في توزيع وحدات المرحله الاولى من المشروع على المواطنين المستحقين بشكل تدريجي، وذلك بمناسبه ابرام الوزاره لعقود تنفيذ المشروع مع شركه هندسه الماكينات الصينيه اذانا ببدء تنفيذ المشروع الذي يتضمن اكثر من 3000 في وحدة وقسيمة سكنية. صرح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان أن بدء التوزيع التدريجي لوحدات المرحلة الأولى لمشروع مدينة شرق سترة يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان على مشاركة المواطنين احتفالات العيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وتزامنا مع توقيع عقود مدينة شرق سترة، أضاف الحيدان أنه بناء على توجيه سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، فقد شرعت إدارة الخدمات الإسكانية في إشعار المواطنين المرشحين للاستفادة من المرحلة الأولى وقامت بتزويدهم بشهادات الاستحقاق، مشيرا إلى أن هذا المشروع وما يتم إنجازه من مشاريع أخرى بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في عدد من محافظات المملكة من شأنهم الاستمرار في الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين. نوه إلى أن مشروع مدينة شرق سترة يعد أحد المشاريع الرئيسة التي أدرجتها الوزارة لتنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بشأن بناء 40,000 وحدة سكنية. نشكر القيادة الحكيمة على رأسهم جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد، وزارة الأسكان طبعا مشكورين ما قصروا، أعطونا الاستحقاق حق الوحدة السكنية وإن شاء الله إلى الأفضل. نشكر سعادة وزير الإسكان على الخدمة هذه وأعطانا الوحدة السكنية. طبعا أنا الحين توني مستلم في الوقت الحالي اللي هو الاستفادة مالت الوحدة السكنية، ونشكر جلالة الملك على هاي الخدمات اللي وفرها إلينا. نشكر جلالة الملك على الوحدات السكنية في شرق سترة. أحب أشكر حكومة البحرين على رأسهم جلالة الملك حمد وولي العهد ورئيس الوزراء ووزارة الإسكان على إعطائنا أول دفعة من دفعات جزيرة مشروع جزيرة شرق سترة.